بسم الله الرحمن الرحيم. باسم حملة أنا حر نحيي أهالي المعتقلين، سواء كان علي الغاني، لأن علي من الناس اللي أوائل الناس اللي في الدوار شلنا شيل، ولا أستاذنا ناجي فتيل. لعلمش الخاص ناجي فتيل هو أول الأشخاص اللي وقفوا مع جمعية التمريض البحرينية لما بدأ الاعتداء عليها في 2006، وعندي صورة ناجي واقف وياي ويا إبراهيم الدمستاني الله يفرج عنه، وهذه وقفة لناجي ما بننساها أبدا أبدا أبدا. عندنا معتقلين كثر، وأعتقد سمعنا الأسماء كلها اليوم، ويمكن في أسماء زيادة وزيادة لحد الآن الواحد ما جاب حتى طاريها. عندنا الكفيف جعفر المعتوق اللي قابع في السجون لحد الآن، هذا كفيف بكل معنى الكلمة، حرام يكون إنه هو كفيف وموجود في السجن. عندنا مرضى سكلر وصرع، عندنا الرموز اللي هم كبار في السن مثل المحفوظ يعاني مشكلة في عيونه، إبراهيم شريف عنده في إيده، الشيخ المقداد المحروس المخوضر كلهم في ظهرهم ديسك، وهذين الرجال كبار في السن كبار في السن وقابعين في السجون محكومين مؤبد، فيعني الله يعين ويعني وضعهم شلون، وهما لا يوجد هناك أي علاج لهم. عندنا أطفال، أطفال معتقلين الرعب ماكلنهم، غير الاتهامات غير الحالة النفسية اللي هما يحتاجونها. عندنا علي الغانمي، عندنا ناجي فتيل. فإحنا باسم حملة أنا حر إحنا نطالب الجميع بعمل حملة مثل أو وقفات تضامنية مثل هذه الوقفة. أنا أحيي جمعية الشباب لهذه الحملة لهذه الوقفة، وأنا أعتقد من هنا لازم ننطلق بحملات مكثفة بس لجلب أسماء المعتقلين من هو معتقل، ونأمل من الجميع إنه يطرش أسماء لجمعية الشباب لحملة أنا حر عشان نعرف كم واحد هو غير يعني معتقل ولا يتم علاجه في المستشفى. أنا تسجيل هذا بعد مع الأسماء يروح ويطز عيون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أعتقد مهم جدا أن السي دي يروح ليهم عشان يسمعون هذه الأسماء كلها، وأنا أأمل أن الأسماء تندرج كلها. هذه أحملكم إياها جمعية الشباب، إذا في إمكانية أن احنا نجمع الأسماء، وأنا بساعدكم كحملة أنا حر أن احنا نجمع الأسماء كلها ونطرشها إلى الهلال الأحمر، وأن نقول هذه المجموعة موجودة عندي ما لا يتم العلاج، علشان يروحون ويشيكون على شنو قاعد يصير وياهم في السجن. قلوبنا اليوم مع آيات الصفار التي سلمت نفسها، هي أول امرأة بحرينية مطاردة اليوم، واليوم راحت قامت بتسليم نفسها، ومع أبو حيدر من البلاد اللي بعد سلم نفسه. أنا متأكدة من ذال ما يقولون ليهم أوكي هذا حكمكم هذا كذا، بيستقبلونهم بالتعذيب، فدعواتكم ليهم اليوم، لأن أعتقد الليلة بيكون ليلة مريرة ليهم اثنينهم في تحقيقات. مواساتنا لعائلة محمد عبد السلام، زوج ابنة زوج أخت الشهيد أحمد إسماعيل، تم اعتقاله صار له 48 ساعة من اعتقله، ولحد الآن ما حد يسمع يعني ما يدرون عنه أي شيء. عندنا المضربين عن الطعام في السجن ووضعهم غير جيد، اللي هما جعفر عيد محكوم مؤبد في قضية الخمسة طن وعنده فشل كلوي، وعندنا كميل المنامي هو عميد المعتقلين لأنه من 2009 هو معتقل ومحكوم عليه مؤبد وهو مضرب عن الطعام. أعتقد وقفات كهذه تستاهل كل التحية وكل التقدير للجمعية، وأنا أأمل أن احنا نشجع العوائل كلها مثل ما جاءوا هاي العوائل أن تجي وتتكلم، ويطلع دائما تسجيل، نطلع هذا التسجيل سواء كان على تويتر، بس أتمنى أن السي دي يروح للمؤسسة الوطنية، مو علشان شيء بس عشان الواحد يقول لهم شوفوا هاي الموضوع، هذا الموضوع اللي موجود وش بتسوون. شكرا، يعطيكم العافية.